نشكركم معالي السفيرة المحترمة على قبول إجراء حوار مع منبرنا الإعلامي ونفتح اللقاء بسؤال حول قراءتكم للعلاقات بين جمهورية السودان الشقيق والمملكة المغربية يعني بشقها التاريخي والدبلوماسي وكذلك تقارب بين الشعبين وما تتميز به هذه العلاقات على مدى العقود التي أعقبت استقلال البلدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البدء أشكر الصحفي المتميز عبد الهادي المزراري على تشريفه وزيارته لنا في إقامة سفير السودان وعلى إجراء هذا الحوار مع صحافتكم المتميزة مع مجموعتكم الإعلامية المتميزة التي تتميز بالمهنية وبالاحترافية آه وانا سعيدة جدا ان يكون استهلال آه هذا اللقاء الصحفي بحديث آه قريب الى نفسي وهو حديث العلاقات السودانيه المغربيه وهي علاقات ضاربه في القدم آه تمتد لقرون خلت يمكن آه ما وطدها اكثر هو يعني رغم البعد الجغرافي آه آصرة اللغه واواصر الدين اواصر العادات والتقاليد المشتركه آه آه اذا اردنا ان نعود بهذه العلاقه الى التاريخ آه القديم كانت رحله الحجاج المغاربه الى بيت الله الحرام تتم عبر الموانئ السودانيه كان هناك ميناء يسمى ميناء إيذاب على شاطئ البحر الاحمر وهو هو قريب من ميناء سواكن الموجود حتى اليوم وحتى اليوم ميناء سواكن يحج منه الحجاج السودانيين لبيت الله الحرام وعدد من الحجاج الأفارق حتى الان يستغلوه للحج لبيت الله الحرام كان الحجاج المغاربه ياتوا عبر الصحراء الى السودان ولعل من ال... يعني من ال... مما قرات انا في كتب التاريخ ان الحجاج المغاربه كانوا يعلموا بانهم قد وطئوا ودخلوا ارض السودان عندما يجدوا الترحيب المبالغ فيه من القبائل السودانيه فكانت القبائل تحتفي بهم عكس بقيه القبائل يعني احيانا يقال انهم كانوا يتعرضوا للنصب للسلب للنهب لكن القبائل السودانيه كانت تحتفي بهم وتكرم وفادتهم وكل شيخ قبيله يوفد معهم دليل حتى يوصلهم الى مضارب القبيله الاخرى حتى يصلوا الى مشارف البحر الاحمر. بعض الحجاج المغاربه عندما تنتهي رحله الحج يؤدوا الحج وفي قفولهم راجعين بعضهم حبز البقاء في السودان واستقر في السودان الان لدينا قبيله كبيره جدا في السودان تسمى قبيله المغاربه آه يمكن آه يعني يصل تعداد ابناء الى قرابه المليون نسمه متوزعين في مناطق آه كثيره من السودان لكن آه اغلبهم في, في في تخوم الخرطوم آه في منطقه شرق النيل آه اللي هي شرق النيل العظيم، آه في منطقة قريبة من الخرطوم تسمى أو في تخوم الخرطوم يعني تابعة لولاية الخرطوم هي منطقة سوبا، أيضاً في ولاية الجزيرة هناك بعض القرى التي تسمى بأسماء أبناء هذه القبائل المغاربية، يعني أصبحوا هم بعد ذلك آه بطون. آه أيضاً يمكن من الأشياء التي أسهمت في توطيد العلاقات السودانية المغربية المذهب المالكي والذي سبحان الله أتانا من المغرب يعني الدول الحوالينا لا تعتنق المذهب المالكي لكن الحجاج المغاربة عندما أتوا إلى السودان هم الذين وطدوا المذهب المالكي في السودان هناك كثير من شيوخ الطرق الصوفية الذين مروا بالسودان في طريقهم إلى إلى الحج وبعضهم استقر في السودان لدينا الآن طريقة الأدارسة وهي أسس الإمام أحمد بن إدريس أو يمكن أن نسميها الطريقة الأحمدية الإدريسية حتى الآن موجودة في السودان لها زاوية مريدين الطريقه التجانيه هي من اكبر الطرق الصوفيه الموجوده في السودان، يعتنق عدد كبير من السودانيين، ولعل من من يعني محاسن الصدف انه اول معهد عالي علمي هو معهد ام درمان العلمي اسسه الشيخ ابو القاسم الهاشم، ابو القاسم هاشم هذا له علاقات ممتده بالمغرب هو تجاني. صوفي تيجاني معتنق للمذهب المالكي كان هو من أسس معهد أم درمان العلمي حتى قبل استقلال السودان الذي أصبح بعد ذلك نوالي جامعة أم درمان الإسلامية فنحن يعني في السودان نعتقد بإنه الثقافة المالكية وثقافة التصوف هذه التي اعتنقها الشيخ أبو القاسم هاشم وأدت إلى إلى تكوين هذه الجامعة العريقة وأنا ابني من خريجي هذه الجامعة يعني هي من أعرق الجامعات الموجودة في السودان كان جزء من اثر المغاربي في السودان ايضا يعني هناك الكثير من العادات والتقاليد المشتركه بين السودان والمغرب وحتى الان يعني نريد باحث في التاريخ ليعرف هل اصلها في السودان وانتقلت للمغرب ام العكس ومنها الزي السوداني يعني عندنا احنا في النساء في السودان تلبس هذا الثوب نحن نسميه ثوب وانتم عندكم هنا في جنوب الملحفة تسموه الملحفه جنوب المغرب وفي الصحراء أنا طفت عدد من الدول العربية مثلا الحداد في الدول العربية للنساء يكون باللون الأسود ما عدا في السودان والمغرب باللون الأبيض يعني إحنا عندنا المرأة التي يتوفى عنها زوجها ويتوفى لها قريب الحداد يكون باللون الأبيض حتى في المأكولات لدينا عدد من من الأطباق المشتركة بين السودان والمغرب حتى في طريقة يمكن تختلف التسمية لكن في طريقة عمله وانا دائما بقول انه رغم, ال... رغم البعد الجغرافي بين السودان والمغرب الا ان هناك قرب بيداني آه. أيضا من محاسن الصدف أنه لدينا كثير من السودانيين الذين درسوا بالمعاهد والجامعات المغربية وأصبح لهم إسهامهم في الحياة الثقافية والسودانية ولهم أواصر وعلاقات ممتدة بزملائهم الذين درسوا معهم هنا في المغرب ونحن يعني ممتنين أن المغرب حتى الآن هي مواصلة في منح الطلاب السودانيين مقاعد للدراسه نتطلع انه يعني هذا العدد يزيد لانه بيسهم اسهام كبير في توطيد وتمتين هذه العلاقات. اما العلاقات في الشقة السياسي فنحمد الله سبحانه وتعالى انه انا يمكن ان اقول لك انه العلاقات السودانيه المغربيه هي من اوطد العلاقات لم تشهد يعني اي توتر رغم تقلب الانظمه والحكومات في السودان لكن هذه العلاقات علاقات راسخه وقويه بدا التمثيل الدبلوماسي المقيم للسودان في المغرب عام 1972 ومن ذلك الوقت يعني تعاقب عدد من السفراء بين الجانبين في السودان و يعني السفراء مغاربه في الخرطوم وسفراء سودانيين في الرباط تربط المغرب السودان والمغرب كثير من اللجان المشتركه اعلاها هي اللجنه الوزاريه العليا المشتركه، هناك لجنه تشاور سياسي بين وزارتي الخارجيه، هناك لجان فنيه في مجال الزراعه، هناك لجان في مجال التجاره وانا افتكر انه رغم كل هذا لكن هناك الكثير من الامكانيات التي تحتاج ان يعني أن نطرق عليها العلاقات رغم أنها قديمة وراسخة لكن أفتكر أنها دون طموح الشعبين والبلدين يعني نحن نطلع أنها تتوطد في الفترة القادمة بصورة أفضل لا سيما في مجال الزراعة في مجال التجارة لدينا كثير من السلع التكاملية التي يمكن أن نتبادلها ويعني تصب لمصلحة ومنفعة الشعبين والبلدين نعم معالي السفيره هذه يدخل في اطار العلاقات البينيه العربيه العربيه وقبل الانتقال للحديث عن الوضع العربي أن يعني حبذا لو انكم يعني نورتم الراي العام بما يمكن ان يستنتج من خلال العلاقات المغربيه السودانيه في استقرارها لكي يكون ارضيه للتعامل بين الدول العربيه وتطوير العلاقات كما تفضلتم على مستوى التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الى غير ذلك. أساس العلاقات الراسخة هي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين هذا المبدأ الراسخ في العلاقات الدولية وهذا المبدأ الراسخ في العلاقات السودانية المغربية هو ما جعل هذه العلاقات علاقات متميزة أيضا يمكن وجود العديد من الإمكانيات الكامنة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية جعلت من هذه العلاقات علاقات راسخة وكما قلت لك رغم أنه نحن نطمح لأنه ندفع لكن وجود مثل هذه العلاقات التجارية والاقتصادية هي توطد العلاقات أكثر وجود البعد الثقافي في العلاقات ايضا اصبح يعني الدبلوماسيه الناعمه اصبحت واحده من الادوات التي ترسخ العلاقات بين الشعوب وبين الحكومات وبين الدول فوجود هذه العلاقه الثقافيه الراسخه بين البلدين ايضا ادت لتطور هذه العلاقات وادت لرسوخها وانا افتكر انه اذا كل الدول العربيه حذت حذو السودان والمغرب في انتهاج هذه المبادئ ستكون العلاقات باذن الله تعالى علاقات راسخه كما نتطلع لها وكما نتطلع الى الى علاقات يعني في اطار الوحده العربيه في اطار الوحده الافريقيه في في اطار الوحده الاسلاميه وكما تفضلت يعني قبل قليل بالحديث على استنساخ نموذج العلاقات المغربيه السودانيه برأيكم كما تعرفون ان عدد من البلدان العربيه مرت بمتغيرات كثيره بين فتره الربيع العربي كيف تقيمون موقف المملكه المغربيه من التحولات في هذه الدول وكيف تفسرون الحفاظ على علاقات مستقره سواء مع ليبيا او مع السودان او مع العديد من الدول الاخرى؟ كما اسلفت ذكر بانه يعني ما يميز المملكة المغربية وما يميز سياستها الخارجية، يعني السياسة الخارجية التي تدار بشيء كبير من الحكمه، من التعقل، من التريث يعني اللي هي برعايه ساميه من جلاله الملك محمد الخامس محمد السادس تجعل هذه الحكمه هي هي الروح يعني المتشربه في التعاون في التعامل في التعاون مع مع هذه الدول ومبدا المبدا الراسخ الذي تتعامل به المملكه المغربيه في عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول هذا يجعل من المملكه المغربيه يعني ونموذج في انتهاك سياسات خارجية متوازنة يعني مثلا أنا أصدقائي في وزارة الخارجية المغربية كانوا يتحدثوا لي عن أنه مثلا عندما عندما رعت المملكة المغربية اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين أن المملكة المغربية لم تتدخل بتاتا هي هيئة المكان هيئة الموقع يعني جلبت الفرقاء الليبيين وأجلستهم على الطاولة وكان دورها فقط تهيئة الجو المناسب لكنها لم تتدخل في تفاصيل الاتفاق لم تتدخل مع أي طرف من الأطراف لم تنحاز لطرف دون آخر فهذا جعل يعني يمكن الآن كل العالم يتحدث عن انه اتفاق الصخيرات هو المبدا الاساسي الذي تكونت على اساسه الحكومه الحكومات الليبيه المتعاقبه، فهذا المنهج يعني هو منهج يمكن اتبعته الرباط او اتبعته المملكه المغربيه مع كل دول الربيع العربي في الفتره السابقه. نعم، ونحن نتحدث عن الوضع العربي برايكم كيف تنظرون الى إمكانية العودة إلى الاستقرار وتطبيع العلاقات العربية العربية في ظل كل ما يحدث. دائماً الأمل موجود ومعقود على على حكمة الرؤساء العرب على على حكمة الحكومات العربية والشعوب العربية لأنه ما يجمعنا كدول عربية أكثر مما يفرقنا لدينا أواصر الدين أواصر اللغة يعني مثلاً إذا أخذنا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يتحدث أكثر من 20 لغة. رغم ذلك تكون اتحاد واحد وبدا كان باتحاد الحديد والصلب يعني عندما بدا الاتحاد الاوروبي وما يفرق ما يجمع العرب اكثر مما يفرقهم فنحن نتطلع بانه الفتره القادمه تشهد لحمه عربيه اكبر تشهد انا لا اقول تطبيع يعني تطبيع دون دون الطموح إيه يمكن تشهد نقول لحمه عربيه اكبر تشهد وحده عربيه اكبر بخصوص قضيه الشرق الاوسط ويسجل المراقبون من خلال الحرب الاسرائيليه الجاريه في غزه تجديد وتاكيد كافه الدول العربيه حتى بما فيها المجتمع الدولي من اجل إيه 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 قرار وتطبيق حل الدولتين، برايكم كيف يمكن المرور الى هذا الحل في ظل ما يحدث الان في المنطقه؟ آه يعني احنا دعنا لا نقول لا نسميها حرب اسرائيليه على غزه لأن الحرب تكون بين الدول تكون بين جيوش متكافئه لكن هذا عدوان هذا عدوان اسرائيلي على غزه آه هذا اكثر هذا انتقام اسرائيلي من الانسان الفلسطيني في غزه يعني هو شيء يتعدى 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 العدوان آه كلنا الان نطمح إلى،, إلى،, إلى وقف الحرب لأن الحرب استنزفت آآ آآ ال... بالذات عندنا ابناء الشعب الفلسطيني واخواننا في في غزه، هذه الحرب استنزفت الكثير من الارواح اصبح الان يعني البندقيه الاسرائيليه كانت تتحدث عن المقاومه الان اصبحت البنادق مصوبه للاطفال للمستشفيات، راينا كلنا حجم الدمار الهائل الذي اصاب المستشفيات، حتى المدارس يعني مش مدارس فلسطينيه هي مدارس تتبع لوكاله الغوث التابعه للامم المتحده، فنحن نحن الان امام 哎呀，你。 امتحان حقيقي لكل المجتمع الدولي بانه لابد ان تتكاتف كل الجهود لايقاف هذه الحرب ولاعمار غزه ولا بد من تطبيق يعني للاسف انه يعني دائما نصدر القرارات والقرارات سواء من مجلس الامن سواء من من كل اليات المجتمع الدولي ولكنه لا يجد التطبيق فنحن نطمح كلنا ان ان تقف هذه الحرب ان يعاد اعمار ان يعاد اعمار غزه ان يجد الشعب الشعب الفلسطيني بغيته في تكوين دولة المستقلة وقبلها نحن كشعوب عربية نطمح في الأول إلى, إلى, إلى وحدة وتوحيد الفصائل الفلسطينية حتى تواجه هذا العدوان وحتى تواجه هذه الحرب بلحمه فلسطينيه داخليه ومن بعدها نطمح ان يلتف كل العالم العربي وكل العالم الاسلامي وكل المجتمع الدولي حول هذه القضيه المحوريه بالنسبه لنا كلنا نعم اذا اخذنا في الاعتبار بان جامعات الدول العربيه و... يعني على مدى يعني تاسيسها منذ سنه 1947 الى اليوم بما ينظر اليها من لا الإخفاقات ولكن ايضا عثرات كثيره خلال مسيرتها نلاحظ ان عددا من الدول العربيه الافريقيه توجد في هذه الجامعه في اطار الاتحاد الافريقي هل يمكن برايكم ان يحدث تفاعل ايجابي بين الدول العربيه الموجوده في هذا الفضاء الافريقي عكس ما يمكن هو الحال في داخل الجامعة العربية يعني ممكن نحن من السودان والمغرب من الدول التي تتمتع بعضوية المنظمتين الإقليميتين وفي تقديرنا أن الروابط التي تجمع الدول العربية الأفريقية كبيرة جدا نعم. ايضا من ضمن التعاون الـ يعني اللصيق والوثيق واللي وصل حتى مستوى القمه هو تعاون العربي الأفريقي لأن المشتركات بين العالم العربي والعالم الأفريقي مشتركات كبيرة ليس من الآن منذ يعني حركات التحرر الوطني في الدول العربية والأفريقية كانت حركات تحرر لها نفس السمت كان هناك تعاون كبير في فترة التحرر الدول العربية والأفريقية معظمها من كانت منضمة لدول عدم الانحياز وهي التي شكلت هذه الدول في مؤتمر باندونغ عام 1955 أم ايضا من ناحيه من ناحيه القرب الجغرافي الدول العربيه والافريقيه هي الاقرب جغرافيا ويعني السودان من الدول التي تمثل جسر ومعبر بين الثقافه العربيه والثقافه الافريقيه بين العالم العربي والعالم الافريقي فافتكر انه هناك الكثير من الامكانيات الكامنه التي يمكن ان تستغل لفائده المنظمتين من هذه الدول الدول العربيه الافريقيه. نعم ولكن تحديدا نريد ان نبقى في اطار المنظمه الاقليميه الاتحاد الافريقي. نحن المغرب والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر وهي دول عربيه تنتمي الى هذه المنظمه. يلاحظ المراقبون بان هناك ديناميه متقده للاستقلال وللتطور في البلدان الافريقيه هل برايكم يمكن لهذه البلدان العربيه ان تساهم في تفعيل وتنوير هذه الروح الاستقلاليه الجديده داخل القاره الافريقيه خاصه لا ننسى ان جلاله الملك عندما القى خطابه في اديس ابابا في 2017 قال بان القاره الافريقيه هي للافريقيين وتريد علاقات رابحة رابحة في إطار شراكة متوازية مع الأطراف الدولية آه يعني حقيقة ودون مجاملة أن آه التوجه المغربي تجاه أفريقيا آه توجه نحن, نحن كافارقه وكعرب فخورون به آآ يعني آآ كما تفضلت انت يعني حتى في اطار تعاون الجنوب جنوب المغرب تشتغل بسياسه وين وين رابح رابح انا افتكر انه لا بد ان يكون هذا هو نهجنا كلنا كدول عربيه كدول افريقيه نهجنا في اطار اذا تحدثنا في اطار إطارنا الإفريقي لابد أن يكون هذا هو نهجنا لأن الطاقات والإمكانيات والموارد المتوفرة في في القارة الأفريقية موارد يعني جعلت الدول الاستعمارية في القرن السابق والذي سبقه تتكالب كلها على على إفريقيا لتمتص مواردها فنحن كأفارقة أولى بهذه الموارد الاستثمارات الأفريقية الأفريقية لابد أن تضاعف المكون البشري التدريب البشري بين الدول الأفريقية أفريقية أيضا لا بد أن يتضاعف لا بد أن تتكامل جهودنا هناك دول يعني أفريقية لديها رأس المال بعضها لديها المكون البشري وبعضها لديها المعرفة وبعضها لديها الموارد فهذه الأربع إمكانيات إذا تكاملت داخل قارتنا الأفريقية أعتقد بأنه يعني هذا القرن سيكون قرن القارة الأفريقية ولن نحتاج إلى, 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 إلى أي استثمارات غربية لأنه الاستثمارات الأجنبية تأتي بشروطة أما إذا كان استثمار أفريقي أفريقي في فيكون في إطار كما تفضل تفضلت وذكرت أن جلالة الملك يضعها في إطار رابح رابح وليس في 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 اطار الاستثمار الاجنبي الذي ياتي بشروط معينه ليمليها على الدول قبل ان يستثمر فيها معالي السفير نمرت عن القاره الافريقيه ننتقل الى الوضع في جمهوريه السودان الشقيق لاحظنا انه كانت هناك مبادره ايجاد لوقف الازمه في السودان وايجاد حل لها هل انتم راضون عن هذه المبادره وهل وجدتم يعني فيها ما يشفي الغليل فضلا وعطفا على المبادره الامريكيه السعوديه لحل الازمه في السودان شكرا جزيلا آه يعني قبل ان نتطرق الى المبادره دعني آه يعني اعطيك لمحه قليله عن آه طبيعه الحرب في السودان آه هناك من يحاول ان يصور هذه الحرب بانها حرب بين جنرالين وهذا الامر غير صحيح بتاتا آه الجيش السوداني هو جيش آه عريق آه راسخ في القدم تكوّن كان كان في السابق حتى قبل الاستقلال آه تسمى قوة دفاع السودان تكوّن في العام 1925 يعني الآن هو آه قرابة المئة عام قرن من الزمان. تكون من مكونات المجتمع السوداني مكو... السياسي والثقافي. نعم يعني هو مؤسسة وطنية راسخة آه قديمة تتكون من كل. مشارب السودانيين بمختلف اتجاهاتهم الإثنية من الشرق من الغرب من الجنوب أما هذه الميليشيا اللي هي الدعم السريع تكونت عام يعني بدأ تكوينها في ألفينيات بداية الألفينيات في 2017 تم سن القانون في البرلمان يجعل هذه القوة هي قوة أصلا تسمى الدعم السريع يجعل منها قوة مساندة للجيش كان لديها مهام ثلاثه مهام رئيسيه هي محاربه الجماعات المسلحه الخارجه على القانون حمايه الحدود حدود السودان طبعا حدود ممتده ايضا محاربه الاتجار بالبشر والجريمه العابره، كانت هذه اهم ثلاثه مهام حسب نص الدستور. بعد التغيير الذي حدث في 2018، 2019 تم تكوين المجلس مجلس السياده الانتقالي وتم تسميه قائد هذه القوى اللي هو محمد حمدان دقلو المشهور بحميد تم تسميته نائب رئيس المجلس مجلس السياده الانتقالي. بعد ذلك مع تطور الاحداث في مارس من هذا العام تم تكوين او 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 تأطير لورشه عمل بغرض اصلاح المؤسسه الامنيه والعسكريه لانه انت كما تدري اذا اردنا ان ننتقل انتقال ديمقراطي حقيقي فلا بد ان يكون السلاح في يد جيش واحد، جيش مهني غير محزب. كانت الفكره ان يتم ادماج آه بهذه الميليشيا داخل الدعم آه تسمى ميليشيا الدعم السريع داخل الجيش السوداني تقدم الجيش السوداني بمقترح ان يتم الدمج خلال عامين الا ان هذه الميليشيا رفضت وطالبت بانه يتم الادماج خلال عشر سنوات فلك تتخيل يعني خلال عشر سنوات بعد ذلك تسارعت الاحداث في ابريل قامت هذه الميليشيا بتحريك قوه كبيره و إلى مطار مروي وهو مطار موجود في شمال السودان في جزء منه مدني وجزء منه عسكري الجيش السوداني احتج لأنه هذه القوى يفترض أنها تتبع للقائد الأعلى للجيش السوداني ولا بد أن أي تحرك أن يتم بمعرفة وموافقة الجيش السوداني الجيش احتج بأن هذه هذه القوى الكبيرة لم يتم بالتنسيق معه آه وتم الاتفاق يعني آه كانت في الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد جلست مع كل طرف جلست مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلست مع قائد الماليشيا حميتي وتم الاتفاق أنه يوم 15 أبريل تتم جلسة مباشرة الساعة التاسعة صباحاً آه و التاسعة ونصف صباحا بين الـ بين الـ بين الـ كما يحلو المجتمع الدولي ان يقول بين الجنرالين، لكن تفاجانا انه الساعة الثامنة صباحا آه هذه الميليشيا شنت هجوم غادر كان القصد منه انقلاب على على الشرعية الموجودة، كان القصد منه آه قتل رئيس مجلس السيادة وان تقول كل كل الامور للدعم آه السريع. بعد ذلك تطورت الأحداث والدعم السريع بعد أن أحست بأنها هي غير قادرة على كسب المعركة مع الجيش أصبحت بنادق مصوبة تجاه المدنيين تجاه الأعيان المدنية جندت الأطفال قتلت النساء تم اغتصاب النساء تم احتلال المستشفيات تم احتلال المدارس تم تدمير الكنائس تم تدمير المتحف القومي تم تدمير الجامعات المكتبات يعني اصبح هناك عدوان ممنهج تجاه الانسان السوداني بغض النظر عن انتمائه الفكري بغض النظر عن وجوده لكن ايضا يمكن من لطف الله علينا انه السودان فيه 18 ولايه ممكن انا يمكن ان اقول لك بانه يعني الان الحرب في خمسة ولايات من ال 18 ولايه في 13 ولايه امنه الامور فيها تسير بصوره طيبه رغم العدوان الغاشم ورغم انه راينا في أنه أنه هذا تمرد على الجيش لكن حتى نقل الانسان السوداني من ويلات هذه الحرب وحتى يقدم له الدعم الانساني وافقت الحكومه السودانيه على انها تجلس للتفاوض مع مع هذه الميليشيا المتمرده من اجل فتح مسارات انسانيه امنه لايصال العون الانساني لانقاذ الناس من الـ من الـ من ويلات الحرب. الإيجاد طرحت مبادرة السودان رحب بمبادرة الإيجاد لكننا اعترضنا على رئاسة كينيا للمبادرة مب... يعني مبلغ الاعتراض كان لأنه الرئيس الكيني كانت لديه تصريحات تقدح في القيادة السودانية تقدح في شرعية الحكومة القائمة فلا يوجد دولة ذات سيادة تقبل بهذا الأمر نحن رحبنا بالمبادرة الإيجاد ولكن اعترضنا أن تكون الرئاسة لكينيا إذا وقلنا إنه إذا تم نقل الرئاسة لأي دولة أخرى السودان سيتعاطى معها لكن طالما أن الرئيس الكيني هو رئيس المبادرة فالسودان لا يقبل بها السودان قبل بالمنبر الوساطة السعودي الأمريكي الذي اتخذ من جدة موطئا له وفي بدت المفاوضات من من آه بدايه آه مايو الماضي وكانت هناك جوله ايضا في اكتوبر آه المسار الموجود في منبر جده هو مسار انساني بحت لا دخل له آه بالمسار السياسي آه لكن للاسف انه المتمرده آه لم توفي بما تم الاتفاق عليه، يعني كان من اول الشروط التي اشترطتها الحكومه السودانيه في تفاوضها مع الميليشيا ان يتم سحب الميليشيا من كل الاعيان المدنيه من بيوت الناس، من المستشفيات، من المدارس، من الجامعات، حتى يتسنى بعد ذلك الحديث عن المسارات الانسانيه، لكن للاسف الميليشيا لم تتقيد، رغم ذلك استمرت الحكومة السودانية في إفاد مفاوضين ليتم التفاوض الآن تم الاتفاق على تكوين آلية إنسانية بإشراف الأمم المتحدة لإصلاح الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب نعم رغم هذه الوضع وهذه الأزمة لاحظنا بأن القيادة تحت تقتل... الجيش السوداني تمكنت من اجتياز ازمات كثيره من ضمنها ازمه سد النهضه وبالتالي لم تنجر السودان الى حرب اقليميه مع اثيوبيا كيف تدير القياده السودانيه هذا الملف في ظل الظروف السائده؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال فعلا هو ده من الملفات المهمه جدا و يعني يمكن العالم كله بيشهد فقر مائي وحتى في بعض يعني المفكرين تنبؤوا بانه الحروب القادمه ستكون حروب المياه. ملف سد النهضه ملف السودان أداره بكل اقتدار وحنكه يعني يمكن في بعض الدول او بعض مكونات المجتمع الدولي تنظر للسودان ليس كصاحب مصلحة ولكنه كوسيط بين بين أثيوبيا ومصر وهذا غير صحيح السودان أيضا لديه مصلحة مصلحة والسودان طرف في أي توافق لكن السودان يغلب الحوار والتفاوض في حل هذه المسألة لذلك يمكن كان من أنجح جولات التفاوض هي التي قادها السودان في 2015 وأدت لتوقيع اتفاق المبادئ بين الدول الثلاثة اللي استولد عليه وبعد ذلك في كل التفاوض آخر جولة للتفاوض كانت في أغسطس الماضي ورغم أنها لم تخرج بشيء لكن مجرد جلوس الناس على طاولة المفاوضات حتى ولم يخرج بشيء بتقرب الشقة بتقرب وجهات وجهات النظر نحن لدينا يمكن في السودان اشكاليات تتعلق ب يعني غير الاشكاليات العامه تتعلق بالتشغيل لانه لدينا خزانات قريبه جدا من الحدود السودانيه الاثيوبيه تشغيلها واغلاقها يعتمد على تشغيل واغلاق بوابات صد النهضه و يعني يمكن الجانب الفني السوداني مع الجانب الفني الاثيوبي مع الجانب الفني المصري قدروا ان يخطوا خطوات في مساله المسائل والجوانب الفنيه المتعلقه بالتشغيل المتعلقه بالمل يعني الملأ هل يكون على سبع سنوات ام هل يكون على اربع سنوات هذه يعني الناس ماشيين فيها انا افتكر انه قطعوا فيها شوط جيد وكما قلت لك عن يعني السودان يغلب الحوار يغلب الحكمه في في هذا الامر ودائما يحاول ان يلين المواقف لانه من غير الحوار من غير التفاوض الناس لن تصل الى نتيجه يعني. يعتبر بعض المراقبين أن ما يجري في السودان وفي عدد من البلدان العربية والإفريقية ومرحلة مخاض بسلبياتها وإيجابياتها نحن في سياق تطور تاريخي برأيكم ما هو المستقبل في المن... يعني في المنطقة؟ هذا سؤال نفتكر أفتكر مهم جدا لكن نحن يعني نحن ك... كدول مسلمة لدينا يقين في الله سبحانه وتعالى دائما نظن بأن المحن في طياتها المنح. إذا مثلا نظرنا إلى القارة الأوروبية لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد حربين عالميتين. مات من مات فيهم ودمرت الدول ونهضت من الرماد. فهي مرحلة صحيح مرحلة مخاض عصير يعني إذا أخذنا السودان كمثال الآن السودان يخوض حرب وجود لكن في النهاية أنا بقول لك إن طال الزمن أو قصر سينتصر الجيش السوداني هذا أنا أقدر أقول لك أن الملحمة التي يخوضها الجيش السوداني جعلت كل الشعب السوداني يلتف حوله يمكن الالتفاف الوجد وجدوا الجيش السوداني الآن لم يجدوا منذ الاستقلال فأنا أفتكر إنه هذا المخاض يعني هو لإبراز المعدن الحقيقي للشعوب يعني يجعل الشعوب تصور من وهدتها على الشعوب أكثر تماسك حيعرف الشعوب قيمة الأوطان لما الشعب يعرف قيمة وطنه آه سيحافظ عليه أكثر آه سيعمل على نهضته أكثر فهو مخاض لكن آه نحن نحن أملنا في الله سبحانه وتعالى كبير ونعتقد أنه مخاض ستكون بعد ولادة جديدة ستكون بعض نهضة آه لكل المنطقة بإذن الله تعالى معالي السفيرة يعني في سؤال الأخير والعادة كلمة أخيرة إلى المواطنين في المغرب وإلى أشقائهم في السودان ونشكركم جزيل الشكر على استضافتكم وعلى رحبي بصدركم باستقبالنا والتجاوب معنا في هذا الحوار. شكرا جزيلا على على الحوار يعني انا سعيده جدا وسعيده على وجود تواصل مع مجموعتكم الاعلاميه المتميزه ان كان من ثمه يعني حديث اوجهه لاشقائي المغاربه اقول لهم انه انتم في قلوب كل السودانيين المحبه والموده التي يكنها لكم الشعب السوداني لا يعلم مداها الا الله بصماتكم الثقافيه وبصماتكم الدينيه وبصماتكم الفقهيه الموجوده في السودان لا تخطئها الا العين العمياء اقول للسودانيين المتواجدين في المغرب يعني انتم في بلد مضياف احرصوا على انكم تكونوا السفراء الحقيقيين للسودان في المغرب انتم نعتبركم الجزء الشق الثاني من الدبلوماسيه الدبلوماسيه الشعبيه اقول للسودانيين في في السودان يعني آن الأوان ان نمد ايدينا بيضاء لبعضنا البعض ان الاوان لكل السودانيين ان ينبذوا الفرقه ان ينبذوا الشتات ان, أن نصطف يعني خلف آآ قيادتنا آآ السياسيه ان نصطف خلف جيشنا ان ننهض ببلدنا لمصاف الدول لان السودان يتوفر على كل الموارد التي تجعل منه سله غذاء ليس العالم العربي والافريقي ولكن سله غذاء العالم فانا الاوان ان نضع ايدينا في ايدي بعض وانا الاوان ان ننهض ببلدنا ان نعرف العالم كله عن السودان وعن ما هو السودان وانا متفائله جدا بانه العلاقات السودانيه المغربيه ستسير لافاق ارحب ومن محاسن الصدف انه فخامه السيد رئيس المجلس الانتقالي قد بعث ببرقيه تهنئه لجلاله الملك بمناسبه ذكرى الاستقلال فهذه ايضا يعني مناسبه عظيمه انا بمناسبتها اهنئ المملكه المغربيه ملكا وحكومه وشعبا على على ذكرى الاستقلال المجيد واتمنى للمغرب كل الرفعه وكل السؤدد وكل الازدهار. شكرا معالي السفير بارك الله فيك. الله واسدد ان شاء الله الرحمن كل خطواتكم ومساراتكم بارك الله فيك.